سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد والشيخ نواف الأحمد كانت لهم بصمات جميلة جدا، خاصة في موضوع رأب الصدع وتمكين دول مجلس التعاون من انسجام الدور الأساسي المناط إليهم. نعم. فبادرت الكويت في هذا الأمر كما أشاهد معك وصول. نعم. الآن صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطاني سلطنة عمان الشقيقة، قد جاء صاحب الجلالة لتقديم واجب العزاء إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والوفد المرافق لجلالته. لا شك بأن هنالك توأمة جميلة تجمع دولة الكويت وسلطنة عمان، وهي نفس الروح التي تنطلق منها دولة الكويت وسلطنة عمان، بأنها تسعى دائما لأن تكون جزءا لا يتجزأ من منظومتنا الخليجية الواحدة. صورة معبرة سيد خالد. كما نشاهد هذا المنظر على الرقم من موقف الحزن الذي أصابنا بفقدان سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح طيب الله ثراه، إلا أننا سعيدين جدا بأن نشاهد هذه الوفود وخاصة من أشقائنا في مجلس التعاون والحرصهم على أن يكونون متواجدين بقياداتهم. هي مشاعر مختلطة. نعم. اليوم يعني مشاعرنا ما بين الحزن على هذا الفقد، وهنالك شيء نلمسه بهذه الزيارات وتبادل التعازي بهذه المناسبة يخفف من وطأة هذا الفقد والمصاب الجلل. بالطبع. نحن فقدنا هذه الشخصية، نعم، لكن عزائنا بإذن الله في سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، كونه خرج من هذه المدرسة وسيقدم وينتهج هذا النهج الذي قدمه سمو الأمير الراحل، والكويت دائما لا تتغير سياساتها ولا تتغير معالمها أمام دول العالم، إنما تحظى باهتمام كبير، ونحن نشاهد القادة تباعا يأتون إلى أرض الكويت لمشاركتنا في هذه المناسبة الأليمة، وهي تخفف الأب علينا جميعا. نعم، لا شك سيد خالد. يعني على 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 الصعيد الشخصي يعني لدينا أصدقاء كثر في سلطنة عمان. نعم. ومنذ الوهلة الأولى التي كانت قبل 3 أسابيع تقريبا، ومنذ دخول سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه دخوله إلى المستشفى إثر وعكة صحية ألمت به، وأشقاؤنا في سلطنة عمان تحديدا قاموا بالتخابر معنا منذ الصباح الباكر كيف هي حالة سمو الأمير، طمنونا على صحته. كل هذه الأمور تجعلهم وكأن هذا الموضوع وكأنه والدهم، يعني وهذا ما يجعلنا نحن مطمئنون دائما وأبدا بأن بيتنا هو ليس حدود دولة الكويت. نعم. بيتنا حدوده لدول مجلس التعاون الخليجي، ويحدث حتى عندما ترى بأن جميع الذين وصلت إليهم أيادي الخير والمساعدات والجسور التي تأتي لتقديم المساعدات الإغاثية في جميع دول العالم يسألون عن صحة سمو الأمير الراحل منذ دخوله للمستشفى، وأتت إلينا رسائل من جميع دول العالم تقريبا، وخاصة من أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدا تزامنا مع وصول صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة. كان أشقاؤنا في عمان
يطلبون بالدعاء والابتهال بأن يمن الله على سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد بالصحة.